والحب اللي انت بتقوله ده هو اللي رجعني فوقني. ما كانش عندي رغبة في الحياة ان انا اكمل. مريت بظروف صعبة كل الناس عارفاها، بس كانت عاملة لي عدم توازن شامل. كنت ناسية تماما بقى اني في عندي بنتين، يعني مش ان انا مطربة وان انا عندي جمهور كبير وبس، كنت ناسية ان انا عندي بنتين. ما كنتش عارفة هسيبهم لمين ولا هسيبهم لإيه. طبعا ربنا معيشنا كلنا، فالحب ده حقيقي هو اللي وقفني على رجلي. لأني ما انت ما فيش فنان بيجيلوش وقعات في حياته ويقف ويرجع يقع تاني. بس المرة دي كنت حاسة ان هي اللي يعني اللي مش عارفة عين، مش عارفة اسميها ايه. بس هو انا كنت بخاف اغني، وكنت بخاف. كان بجد؟ زعلي كله، زعلي دلوقتي كله بيجي على صوتي، يعني ما ايوه هو يطلعش هيك صوتي، بيجي. ما بيطلع. يعني اجرب اغني ما اعرفش اغني. يا نهار ابيض. شفت لما تبقى سايق عربية بورش بس رمي زيت في الارض، فانا كنت ما اعرفش اغني جملة على بعضها مظبوطة، فالضربة جت في كل حاجة. يعني كانت عين قوية انت فهمتي ده ايه؟ يعني ايه انت ما بتعرفيش ده؟ ده والله. انت زي الست دي كده، الله انتوا لما يخليك. بتقروا الجورنال بتغنوا. لا بس أصالة برضو كان عليها فترة ايوه كانت بتبقى طالعة على المسرح مثلا، عندها كانت تكلم الدكتور حرام عشان يديها حقنة كورتيزون عشان تطلع تغني، صوتها ما ايوه كانش بيبقى طالع. فده ايوه بيزق ده بي صارت معي اكتر بالكويت، راح صوتي توتالي يعني، بيطلع راح معانا، حتى يعني بالحكي. بيحصل بيحصل لي قفش كده، الصوت بيتنظر طبعا. أو من الزعل يعني، هو الصوت مرات بيقفش من الزعل بيروح. طبعا دي حقيقة. شيرين انت جيتي وقت تغني ما طلعش صوت؟ وكنت بخاف اجرب بقى. خلاص بقى حادثة. واي حد بقى يقول لي، يعني الفانز ساعات كانوا يعملوا كده زي رابطة كده وينادوني بقى مجانين ادعيلنا، شيرين. هما يعملوا كده وانا استخبى اكتر وانا اتعب اكتر. ما تقولوا مش عايز حد يقول لي غني، خايفة. فكانت صعبة بشكل رهيب عليا. قلت الحب لمني، عجبني التعبير أوي. لمك ازاي؟ الحب جمعني. حسيت ان دعاء الناس ليا. لما نزلت حفلة بعد فترة غياب، عملت ختام مهرجان كارتاج الدولي، وشفت التوانسة قابلوني ازاي ده جمهور عبقري. بحفاوة. كانوا حاطين لي على المسرح واحد 4 كراسي، عشان انا عارفة نفسي ان انا مش هقدر اقف اكتر من 10 دقايق، لاني كنت اقف رجلي تجمع مية فتورم قد التورم. تورم يعني ما لا اقدرش إله إلا اقلع، الله. ما اقدرش اقلعها بعد ما اخلص شغلي. ف جسمي بقى يعبي مية، فتخنت حاجة غريبة. ما اعرفش ليه قبلت الاوردر ده. وده طبعا عشان كلمني معالي سفير مصر في تونس، وقال لي ان احنا عايزين نكرمك في الختام. ورحت وانا مش عارفة انا هغني ازاي. في البروفة طلع الصوت. رحت البيت صليت، رحت الاوتيل يعني صليت، وطلبت من واحدة من اللي بيساعدوني في الكورال، البنات حبايبي، تيجي تقرا لي سورة البقرة لانها طويلة عليا قوي، فانا ما اعرفش اقراها لوحدي كلها. يعني شكر ربنا ان انا سمعت صوتي. يا نهار ابيض. دي حقيقة كانت كارثة، يعني انا كنت في كارثة. بس الحمد لله، الحمد الناس ما لله تعرفش طبعا. الكلام ده. لا 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 ما تعرفوش. لا وما يعرفوش اني كنت بتصل، يعني مثلا كان لما حد يعمل انترفيو ويقول لك دي عملت كل حاجة هتوقع وما اعرفش ربنا بيقف معاها ليه، اتصل بيهم علومهم ناس يعني مش المفروض ان اكلمهم، مش المفروض ان ادور على ارقامهم عشان اعاتبهم. فاتصل اعيط لهم في التليفون واقول لهم قد انتوا بتأذوا لي مشاعري، قد انتوا بتتعبوني،
حرام عليكم، انتوا عارفين انا فيا ايه، ليه بتعملوا كده، ليه تغلطي فيا، ليه تعملي كده. ف كنت بتصل اعاتب اللي كان يقول اي كلمه طب عني. ممكن يكونوا من خوفهم عليكي ولا ما لا، ما بتحسيها؟ هو اللي خايف على حد ما يجرحوش، خصوصا وهو مش في كامل قوته، ومش مش في في العلن. كامل هيئته، ومش في العلن.